خلينا نروح دلوقتي للفسحة على الكرسي. يمكن ده التقرير الأسبوعي اللي بتقدمه لنا زميلتنا شيماء فوزي اللي بتاخدنا في فسح كل أسبوع عشان تورينا الأماكن دي هل بالفعل مستعدة ويعني فيها تمهيد لاستقبال أصحاب الكرسي المتحرك. النهاردة هتودينا للحديقة الدولية في مدينة نصر، دي واحدة من أهم وأشهر الحدائق في مصر، وهنعرف من شيماء من خلال فسحة على الكرسي إذا كانت الحديقة مستعدة لاستقبال ذوي الهمم ولا لا. فسحة النهاردة في واحدة من أكبر حدائق القاهرة وأجملها، الحديقة الدولية في مدينة نصر. تعالوا نبدأ فسحتنا ونشوف الحديقة مناسبة قد إيه للكرسي المتحرك. الحديقة ليها 3 بوابات وكلهم مؤهلين للكرسي المتحرك. أنا دخلت من البوابة الرئيسية. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. شكرا من فضلك. يا فندم ذوي الهمم الدخول هنا مجانا، اتفضلي حضرتك. هتلاحظوا إن الحديقة متقسمة ل3 قطاعات، العربي والأوروبي والمصري، كل قطاع منهم مميز بمعالم ومجسمات بتعبر عنه. الممرات في الحديقة ممهدة وهتستمتعوا وانتوا بتتحركوا بسهولة وسط الجناين والأشجار. الحديقة فعلا جميلة ومش ناقصها أي حاجة غير حمام مؤهل للكرسي المتحرك لأنه للأسف مش متوفر. في الحديقة هتلاقوا حديقة حيوانات مصغرة، بس خدوا بالكم إن الدخول للكرسي المتحرك من الباب الخلفي. كمان في هنا مدينة ملاهي مليانة ألعاب، اللعبة الوحيدة المناسبة ليا هي لعبة السلسلة اللي حقيقي اتبسطت بيها جدا. الحديقة مساحتها كبيرة ومعظمها مساحات خضراء والحركة فيها سهلة، يعني من أحلى الأماكن اللي هتستمتعوا فيها بمناظر طبيعية وهواء نقي وقعدة حلوة مع الأسرة أو الصحاب وتقضوا فيها وقت لطيف. حلوة تقارير شيماء ودايما مبهجة ودايما بتعرفنا على أماكن حلوة أو أماكن عارفينها، بس يمكن كتير من أهالينا وإخواتنا من أصحاب الكراسي المتحركة ما عرفوش مثلا إن هي لو أو هو لو راحوا مثلا الحديقة الدولية في مدينة نصر إنه ممكن يلاقي صعوبة مثلا هو يتحرك. بس اللي أنا سمعته من شيماء إن هي دخلت بمنتهى السهولة، اتفسحت ولعبت في كتير من الألعاب هناك بمنتهى السهولة، فدي حاجة محترمه جدا جدا. وشيماء كمان لما بتلاقي مشكله في المكان اللي بتروحه بتتكلم مع الناس على طول بحيث انه لو في حاجه يقدروا يعدلوها او يحسنوها علشان يسهلوا الحركه بيعملوا كده على طول.